نور، أولى فقراتنا لليوم حنحكي عن الأسرة. خلينا نحكي عن أسرتك، كيف ممكن أنتم تحلوا مثلا مشاكلكم؟ كيف روح المشاركة عندكم وأثر التشاركية بالعائلة عندك؟ هلا انا بحس اهم شيء بالعائله هي التشاركيه، يعني الكل يتشارك مع بعض الهموم نفسها، الصعوبات نفسها. يعني مو وقت الفرح بتلاقي الكل مجتمعين حواليك، وقت الحزن ما بتلاقي حدا. لا، لازم يكون تشاركيه بكل تفاصيل الحياه، ولازم هذا الشيء نعلمه لاولادنا. اليوم مع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي عم تاخذ كل تفاصيل، عم تلاقي كل واحد يعني بنفس البيت كل واحد بغرفه بس بعالم اخر. هون المشكله 100%. هلا خلينا نحكي عن الاسره، هي النواه الاساسيه في المجتمع، لذا فهي الاولى بأن يسودها مفهوم المشاركة بكل ما تحويه من معاني المحبة والترابط والتعاون لمواجهة الأزمات والمشكلات الحياتية بشكل عام. فكيف ممكن أن نعزز روح المشاركة داخل الأسرة وأثر التشاركية في مواجهة الصعوبات والمواقف الحياتية بسلام؟ هذا الشيء أكيد رح نتعرف عليه مع ضيفتنا سلام قاسم، اختصاصية نفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم يا رب، وإن شاء الله هيك هالأيام هاي الحلوة تكون أيام خير عليكم وعلى كل اللي عم يسمعونا ويشاهدونا بهالوقت، وإن شاء الله هيك كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سنة 2021 تكون عام خير ومحبة وسعادة على كل الشعب السوري. يا رب تكون أهم شيء سلام وخير على كل أسرة سورية اليوم. وخلينا نحكي عن الموضوع، كتير مهم. يمكن كتير من الناس عم تتابعنا عم تشوف يمكن بالآونة الأخيرة ضغوطات مادية واقتصادية، ظروف صعبة، عم تلاقي كل مضغوط نفسيا، عم يتعرض لمشاكل كتير، ما عم تشوف التشاركية اللي كانت موجودة سابقا، خصوصا بهيدا العصر بتلاقي كل واحد يمكن قاعد بالبيت بس يمكن بعالم آخر، يعني أكيد. بغرفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهمية التشاركية اليوم بالعائلة هلا كتير مهم لما الناس بتتشارك بين بعضها، فما بالك ضمن الأسرة اللي هي أساسا حسب مع تعريفها ضمن بعلم الاجتماع هي مجموعة من الأفراد يعيشون ضمن منزل واحد تجمعهم صلة قرابة وصلة رحم، وهؤلاء الأشخاص تكون لديهم وعليهم واجبات وبالتالي حقوق. فنحن دائما هلا بالوقت مثل ما ذكرتي انه بعصر التكنولوجيا هالشيء هذا ما عم بيكون موجود للاسف بالوقت الحالي. كثير مهم الناس تتشارك الافراح والاحزان، كثير مهم ضمن الاسره لما الزوجه بتكون عم تعاني من الم نفسي معين نتيجه ضغط الضغط الحالي اللي عم نعيش فيه، مثل ما قلتي ضغط اقتصادي، ضغط مادي، ضغط اجتماعي، ضغط عاطفي، صار في كثير مشكله بالعواطف ضمن الاسره، صار في كثير بعد بين الازواج، هذا كثير صار له اثر سلبي على الاب والأم، وبالتالي عم ينعكس على أفراد الأسرة اللي هن الأبناء، واللي هن الرسالة الأساسية لبناء أي أسرة هي تربية الأبناء التربية الصحيحة. التشارك كتير مهم، الحوار هو أساس التشارك ضمن أي أسرة، الحوار هو ترويض للنفس، ترويض للنفس على تقبل الأفكار، تقبل الآراء، تقبل الآخر. فلما نحن بيكون عندنا أفكار معينة، كل حدا عم بيعيش بحالة خاصة مختلفة عن الشخص الآخر اللي عم بيعيش معه تحت سقف واحد، طبعا هون رح يكون له أثر كتير سلبي ورح نبعد كتير عن الإيجابية اللي نحن دائما بنحكي فيها. كتير مهم نحن نشتغل على أنه يكون في لغة حلوة موجودة ضمن الأسرة. هلأ في أحد التربويين بيقول أنه نحن يعني في يوم من الأيام شئنا أم أبينا سنفعل أشياء لم نكن نفعلها يوما ما. هذا الدور كتير والكلام كتير حساس ومهم، يعني كتير ضمن أسرتك، أنا كمان نفس الشيء ضمن أسرتي، أحيانا كتير شغلات نحن ما كنا نساويها من زمان عم نضطر نساويها نحن لإرضاء الآخرين اللي هن أفراد الأسرة. فكتير مهم أنه نحن نشتغل مع بعض لحتى نتشارك بآرائنا، بأفراحنا، بأتراحنا، لأنه مو معقول كل واحد يعيش لحاله، لأنه نحن عايشين ضمن بيت واحد، فإنه كل إنسان يعيش لحاله ويفكر بطريقة مختلفة هذا يعني فينا نقول عنه تدمير للأسرة، ولما الأسرة بتتدمر فهذا شغلة كتير كبيرة. أكيد. خلينا نحكي كيف ممكن نغرس روح المشاركة عند الطفل بمرحلة الطفولة، بمرحلة يعني بداية مثلا، بأي عمر الأهل ممكن يغرسوا روح المشاركة عند الطفل برأيك؟ هلأ الطفل بعمر السنتين ببلش عنده تكوين الذات، بصير يفهم الأشياء اللي موجودة حواليه، وبيفهم بصير عنده المشاعر والأحاسيس يلي ممكن يكون لها أثر إيجابي كتير كبير لما نحن منوجه التوجيه الصحيح. لازم نتحاور مع الطفل من هالعمر هذا، نبلش نحن نعلمه أنه يتعاون، مبدأ التعاون كتير مهم ضمن الأسرة، وكتير مهم تربية الشخص، يعني أهم شيء ضمن الأسرة هو الشخص الأول البكر، يعني لما الأهل بيحسنوا تربية الشخص الأول في الأسرة البكر فعناتها هم بيتأثروا الإخوة البقايا بالشخص الكبير اللي موجود ضمن الأسرة. الخلافات الزوجية اللي بتكون بين الأب والأم لازم تكون دائما
بعيدة قدر الإمكان عن الأبناء لحتى ما يتأثروا بخلافات ومشاكل عائلية ممكن يكون لها تأثير سلبي. دائما نحن بنعتمد على مبدأ القدوة والنمذجة، كثير مهمة أكيد. بتربية الأبناء لازم نكون قدوة لأبنائنا، لأنه هن بيقتبسوا روح التعاون والتشارك من أهلهم، يعني فالوسط اللي محيط فيهم، فالأسرة هي أهم شيء. ومن ثم ننتقل إلى المدرسة ودور المعلمين والأصدقاء. فأول شيء نحن بدنا نكون ضمن الأسرة متفاعلين متشاركين إيجابيين، نعرف كيف نربي أولادنا بطريقة صح، نعرف كيف نعمل على إدخال بعض الأفكار المعينة اللي ممكن تكون لصالحهم بالمستقبل، نشتغل على تعديل السلوك حتى بعد قدر الإمكان لما بيكون مبدأ الحوار والتشاركية والتعاون موجود ضمن الأسرة، فهذا بالتالي يؤدي إلى التخفيف من التوتر والقلق اللي ممكن ينوجد عند أبنائنا، وبالتالي بخفف التنمر والعدوانية اللي ممكن تنشأ عند الأطفال. إضافة إلى أنه التنفيس كتير مهم، لأنه بخفف من مشاعر الكبت يلي ممكن تكون موجودة. الصراخ لازم نبعد عنه كتير، يعني عادة دائما بيكون ضمن الأسرة الأهل لما بدهم يوصلوا فكرة لأبنائهم بتلاقي درجة الصوت العالي المرتفعة، نغمة الصوت كتير مهمة. النغمة اللي بدي أحكي فيها مع أبنائي كتير مهمة لحتى أحسن وصل لهم فكرة، لأنه إذا كنت أنا عم عيط وصرخ إذا كان معي الحق صار ضدي طبعا وما رح يسمعوا منه. كتير من الأهالي كمان بحب نوه لفكرة معينة، انه احيانا بيكونوا عم يحكوا مثلا بموضوع معين بيكون هالموضوع كتير مهم لنفترض يعني وحساس ضمن العائله، بيجي بتدخل الولد بفكره معينه بيكون الاهل فورا بيقولوا لا بيقمعوه، اسكت انت مالك علاقه هذا اكبر منك هالموضوع. هذا اللي كنت اسالك عنه، يعني انت اشرتي لنقطتين هلا خلال حديثك، قلتي مثلا انه نحن لازم المشاكل الزوجيه والعائليه نبتعد فيها عن الاطفال، بس احيانا ممكن يكون في مشاكل وضغوطات مثلا عم يمر فيها الام والاب، قديش فينا نشاركهم يمكن ما خليهم يكونوا شريك معنا بهي المشاكل بحلها، يكونوا الاطفال هن لهم دور اساسي باي عمر؟ يعني مثلا احيانا بتلاقي طفل مثلا بده يجيب شغله للمدرسه في ظروف ماديه صعبه او ضغوطات ماديه على الولد، الطفل ما بيعرفها مثل ما قلتي لانه بعض المشاكل لازم نبعد عن الاطفال، ايمت انا فيني شارك الطفل المشاكل؟ قدرات عقلانية عقلية وقدرات فكرية مختلفة بين الأطفال، فنحن على هو مستوى تفكير الطفل بإمكانك أنت تتعاملي معه، بس لما بتكوني عم تحكي بموضوع كتير مهم وحاول أي عمر فيني بلش منبلش نحن مع الأطفال مثلك تكوين الذات ببلش بالسنتين، بس طبعا لحتى شاركه بالحياة العملية ممكن نقول نحن بعد الست سنوات، لأنه بيكون النضج العاطفي عنده بلش صحيح. يكون أفضل وعيه للأمور أفضل يعني كمان وإدراكه أحسن وسلوكه كونك أنت اشتغلتي عليه من عمر السنوات بيكون سلوكه أزبط، فنحن بالإمكان مشاركته. بس بأي عمر لربما أحيانا طفل عنده قدرات ذكاء عالية ربما أنه طرح لك فكرة لا تتجاهليها أو تاخديها مثلا بعين المسخرة أو الاستهزاء، فهون كتير نحن بنكون يعني خفضنا من قدراته وحاولنا نحن بعدنا عن ما يسمى الإبداع. فأنا لازم اشتغل على أبنائي من الصغر، لازم دائما أنه شاركهم بحياتنا، حتى لما بيكون في مشكلة اقتصادية معينة والولد طلب شيء بإمكاني أنا حدد له وقت أنه أنا رح نشتري هذا الغرض، يعني هو من حقه أنه يحصل على الأشياء اللي بده إياها بالحدود المعقول طبعا والمطلوب، مو طبعا اذا كان طلباته كثير كبيره كمان نحن انه نقول له ايه دائما لا، كمان هذا الشيء غلط، لانه لا كمان ضروريه بالتربيه، في اشياء معينه لازم نحن نوجهه فيها ونقول له هي انه ما بيصير انه انت تعمل هيك، وما بيصير مثلا انه هالغرض انا اشتري لك اياه، لانه شو انت بحاجته؟ لازم يكون في الحوار. ليش بلشت انا ببدايه حديثي دائما انه اسلوب الحوار هو الاسلوب الاساسي، لانه الحوار هو اساس التربيه. لما بتحاوري مع ابنك من الصغر انت بتحسني تفهمي منه لما بده اشتري غرض انه انت شو حاجتك لهالغرض، ليش بدك تشتري؟ اذا كنا نحن لمجرد انه اشترينا الغرض بدون اي هدف ثاني بامكاننا ما ناخده، اما اذا كان في هدف سامي ومهم مو غلط ابدا انه نشتري الغرض. بعدين العناد يلي عم بيكون احيانا ضمن الاسره كثير كبير وعم بيسبب كثير مشاكل، يعني دائما بيكون الاباء انه اذا الولد طلب غرض او شيء انا مشان اثبت انا انه انا الاب انا الام او كذا، لا انه لازم طب ليش لا تقول له لا،
طب فهم منه بالأول وبعدين قل له لا، يعني ليش نحن خلي علاقتنا مع أبنائنا علاقة أصدقاء ورفقات؟ يعني كمان بعدين في شيء نحن المحاكاة بالعمر، يعني أنا لازم حاكي ابني على هو مستوى عمره، يعني أنا مثلا إذا عمري 40 سنة مو معقول أحكي مع ابني بمنطق الأربعين سنة وبدي يكون وعيه مثل وعي ونحكي بنفس الطريقة وبنفس النهج، هذا كتير غلط لأنه بمطرح من المطارح رح نودي فيه لجهة كتير بعيدة نحن بغينا عنها، حتى العلاقة بتصير مو حلوة يعني مو ضابطة بين الأم والطفل، بس يكون انه مثلا هي عن طريق اوامر مثلا، حتى حب المشاركه لازم يكون ننمي عند الطفل حب التعاون أكيد. وننمي عنده كمان حس المسؤوليه، يعني يصير مسؤول عن اغراضه عن غرفته مشان يكبر وتيجي معه حب التشارك باسرته باي قصص حابب يعملها بالبيت. خلينا كمان نحكي انه كيف ممكن نعزز حب التنميه وحب التعاون وحب هالقصص عند الطفل بالطريقة الصح، وكيف ممكن نكون يعني نحن القدوة الصح لأطفالنا، وكيف ممكن ونقدر نعيش كأسرة سعيدة حياة سعيدة بالبداية لما بيكون الطفل بعمر صغير. بإمكاننا نحن نجيب مثلا غرض معين، وزنه تقيل مثلا، طابة معينة أو شيء يكون في حجم معين، بنقول له مثلا أنه حمل هالغرض هذا أو هالطابة هي تقيلة، يعني ما حسن يحملها، ما حسن، بيقول أنا ما بحسن، طب من نادي لأخته من نادي لأخوه، بعدين الأم والأب مع بعض كلياتنا مع بعض بنحملها. هون أنت عن طريق التمثيل حسنتي توصلي له فكرة معينة، حسنتي توصلي له أنه نحن بالتعاون والتشارك بنحسن نعمل أي شيء مهما كان المشكلة كبيرة، ممكن نحن كلياتنا مع بعض نوصل لنتيجة ونحسن نحلها. كتير مهم نحن بحياتنا أنه نكون كمان إيجابيين، يعني مو دائما بدنا نكون سلبيين، وبالمقابل يعني الإنسان هو كتلة مشاعر وأحاسيس، ما نكون سلبيين ونفرغ السلبية بالعائلة تماما. يعني هو الواحد فرغ كل شيء أولاده. هون الفكرة، يعني أنه أنا مو كل ما صار عندي مشكلة بشغلي بحياتي مثلا لازم أجي ما بلاقي قدامي غير الحلقة الأضعف اللي هن أولادي أقعد أتفشش فيهم، فكمان هون هون نحن كمان بنأدي للطفل انه نحن كمان ما انشأنا تربية صحيحة سوية. لك التربية ما أنا بالامر السهل صحيح ابدا، صعب جداً هي تماما، هن صنفوها بعد مهنة عمال المناجم لصعوبة الحفر في العقول. فنحن كتير لازم نكون متوازنين، لازم نكون نعرف كيف نتعامل مع اولادنا، يعني ما نكون حديين. بعدين حتى كمان لما الزوج او الزوجة مثلا بتصير بيناتهم اي مشكلة، كمان انه كمان الزوج لما بده يتفاهم مع زوجته كمان ما يكون اسلوب الصراخ يعني فنحن هون منبعد عن المشكله الاساسيه اللي كانت جوهر القضيه، وبصير عندنا مشكله ثانيه اللي هي الصوت المرتفع. الصوت المرتفع دائما بنقول ليش اولادنا بيعيطوا بيحكوا بصوت عالي، بيعيطوا بيحكوا بصوت عالي نتيجه الاب والام يلي بيضلوا عم يتخانقوا دائما واصواتهم عاليه. فلما ذكرت انا مبدا المحاكاه والتقليد، دائما الطفل بيقلد الاشخاص الثانيين، بيقلد اللي بيشوفهم، مين هو قدوته بمراحل معينه الاب والام، فلما بيشوفهم هيك بيعتبر انه هذا هو الطريق الصح. بعدين نحن شلون بنعلم ابنائنا العادات والتقاليد الجيده، شلون بنعلمهم الاخلاق الحميده لما نحن بنكون قدوه لهم؟ انت بدك تعلميهم اغاثه الملهوف، بدك تعلميهم الصدق، بدك تعلميهم المحبه، المشاعر كلياتها هي لما الطفل لما بيحس فيها خليه يعبر عنها، خليه يحكي شو بده، يعني لا نقمعه نحن دائما لما بيرجع من المدرسه نسمعه لانه هي فتره كتير هي الفترة يلي نحنا أول ما بيرجع الطفل من المدرسة بيكون عنده كتير إشياء حابب يحكيها مع رفقاته، شو صار مع آنسته. حاولي تسمعي، حاول تسمع ابنك، يعني دائما هن الأمهات بيسمعوا أكثر من الآباء، الأب فائد دائما بفكر أنه أنا دوري فقط خارج المنزل، لا، تشارك مثل ما عم تتشاركوا بالحياة برا المنزل كمان كنت تشاركوا جوا المنزل. أنا شلون بدي أعلم ابني مثلا أنه يساعدني يحمل غرض معي أو يوقف مثلا يرتب البيت يرتب أغراضه إذا شاف أبوه بعيد عن هالقصة هي تماما. فالأب والأم هن القدوة تماما، بدهم يكونوا قدامهم القدوة لحتى يقلدون الأبناء بحياة الأبناء ومن عمر الصغر أكيد لحد ما يكبروا. نتشكرك، نتشكر وجودك معنا ومعلوماتك القيمة. شكرا لكم وشكرا لهالقناة الحلوة. دائما بقول أنا وبعتز أنه لما بطلع عندكم على الأخبارية، وكتير حلو أنه بهاليوم هاد بأعياد الميلاد، ميلاد مجيد، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب سنة 2020 تكون مثل ما بلشنا بالبداية أنه سنة محبة وسنة خير وسلام على الشعب السوري والأمة كلياتها، ونتخلص من كورونا يلي هلأ هو المشكلة الأكبر اللي عم تواجه العالم بأسره. شكرا لك كتير الأخصائية النفسية سلام قاسم على وجودك معنا، شكرا كتير لك. شكرا.